خلف هذه الأسلاك الشائكة تقارير كتبت وأخرى لم تخط بعد عن معتقل غوانتانامو وعن كل اسم ارتبط به. هو بلا شك الإرث الأصعب الذي يحاول الرئيس باراك أوباما التخلص منه، وفي سبيل ذلك لا بأس بالنسبة له أن يسمح بنشر تقرير مفصل أعد في عهد سلفه بوش عن وسائل التعذيب التي استخدمت ضد الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة. خطوة جريئة أخرى في طريق التغيير الذي سطره أوباما منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض بسلسلة من الأوامر التنفيذية، بدءاً بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام وحظر استخدام العنف في التحقيقات مع المشتبه بضلوعهم في الإرهاب وإغلاق كل مراكز الاعتقال التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية CIA خارج الولايات المتحدة والمخصصة لاحتجاز المشتبه بهم، وصولاً إلى التخلي عن سياسة التسريبات بالسماح بنشر مختلف التقارير والوثائق التي تدين في النهاية الإدارة الأمريكية السابقة. إلا أن هذه الخطوة الأخيرة لا يتوقع أن تتم بسهولة، فهناك أعضاء في الاستخبارات ما زالوا يعارضون نشر مثل هذه المذكرات والتقارير، معتبرين أنها ستعطي العدو فكرة عن الأهداف والاستراتيجية الأمريكية، إلا أنها بالمقابل ستفتح جبهة جديدة مع الحقوقيين، لأنها ستعزز الدعوات إلى تشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات إدارة بوش في حربها على الإرهاب.